السلام عليكم. بهالحلقة بدي اقترح عليكم طريقة مميزة لقلي البيض. بلزمكم مقلاية مضادة للصق، بتدهنوها بطبقة خفيفة من زيت الزيتون على حرارة متوسطة، توضعوا دوائر من الفليفلة أو البصل بعلو 1 سنتيمتر تقريبا، عندي هون دائرة بصل. بعدين تفقصوا البيض داخل الدوائر، داخل الدوائر فيكم تفصلوا صفار عن البياض، وحدة بتعملوها بصفار وحدة بياض. هلا عملنا صفار اكسترا. اذا بتبلشوا برش البهارات، بترشوا الملح، ما بحاجة تقلبوهم، تحطوا البهارات على ذوقكم. فيكم تعملوا عجة إذا بتحبوا، مثلا هيدي بدي هون اخلطها، بعمل عجة برش شوية بقدونس مجفف مع شوية بصل مجفف وبخلطهم جيدا. أما البقايا ففيكم تتفننوا بالتزيين، بتضيفوا قطع بندورة صغيرة أو فليفلة، المهم تضيفوهم قبل ما يستوي البيض. حتى يرسخوا جيدا ويصير منظرهم منسجم. مثل ما قلت ما بحاجة تقلبوهم، هلا بيستوي هن ببطء. وبينشف السطح تدريجيا. وفيكم اللي نزلوا هون مثلا كونهم بياض، بتحطون مع البقايا بشكل ينسجموا معهم قبل ما يستووا. هيك صار عندكم بيض مقلي بطريقة مميزة وفاتحة للقبلية، بنفس الوقت دخلتوا خضار مغذية جدا وأضفتوا بواسطتها نكهات لذيذة بترضي جميع الأذواق
وكله بدون مجهود كبير. الحلقة انتهت، صحتين على قلوبكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير، وما تنسوا كمان الاشتراك بفريق إيهاب بلانيت على الفيسبوك. إلى اللقاء.